من ورائها. لما تأتي سيادتك وتبحث وتدرس وتتعمق وراء الفلسفة من هذه الفتاوى وما أثرها في المجتمعات، وانت تعرف سيادتك ان المفتي او من يتصدر للشأن الإفتائي او للشأن الدعوي على وجه العموم ينبغي ان يكون فقه المآلات، بمعنى النظر إلى الآثار المترتبة في المستقبل من وراء كلامي. صحيح. أنا أتكلم الآن كلام ربما يعني في يحدث بلبلة شديدة في المجتمع ويحدث إرباكا للمشهد في المجتمع. طيب ما هي النتائج الإيجابية له؟ لا أجد نتيجة إيجابية، أجد أن كلامي في الحقيقة لا قيمة له في هذه الحالة، إذن لا أتكلم به. حتى ولو كانت له فائدة هناك في الحقيقة ليس كل ما يعلم يقال كما يقولون. ينبغي التفريق بين أمرين مهمين جدا في صدد الخطاب الدعوي والخطاب الإفتائي والخطاب التعليمي. نحن أمام منظومة تعليمية الغرض منها تكوين العقل العلمي الفقهي عند الإنسان. هذه يطرح على بساط البحث ونحن نتدارس هذه القضايا في إطار العلم وفي إطار تكوين الملكات العلمية وفي إطار النقاش العلمي ليس الفتوى. نحن نتعامل مع طلابنا ومع أساتذتنا في إطار هذا النقاش العلمي المفيد. ليه؟ لأنني أكون عقلا علميا، فمطروح في مساحات كبيرة من التدارس ومن التباحث، وربما قضايا بالفعل قضايا غريبة قد تعرض عليك، لكن الغرض منها تثبيت القاعدة وتثبيت مجال الاستثناء وتثبيت المبادئ العامة ليتكون ذلك العقل العلمي. لكن عندما نكون أمام إفتاء وأمام واقعة وأمام سؤال هناك معايير مختلفة في هذه الحالة للنقاش، هناك معايير مختلفة للطرح. لا ينبغي أن يكون ما قد تعلمته أنا وأنا في إطار تكوين العقل العلمي لتلاميذي أو في إطار تكويني أنا العقل العلمي عندما تلقيته عن مشايخي، لا ينبغي. هناك قضايا كثيرة نحن نعلمها، صحيح. لكن نعلمها في مجال العلم، لكن في مجال الفتوى لا تطرح مثل هذه المسائل، لأن الواقع مختلف، الواقع تغير، المصلحة متغيرة، المآل في حد ذاته، النظر إلى أثر الفتوى هو في حد ذاته في الحقيقة يحتاج إلى تبصر حقيقي حتى ندرك واقع المجتمعات وحتى نعرض قضايانا بما يفيد الأمة لا بما يربك الأمة. وبرضو مولانا يعني نتكلم على التوقيت، لماذا التوقيت يعني بالذات في هذه اللحظات يعني لإطلاق هذه الفتاوى؟ لأن ذلك كما قلت فضيلتكم يؤثر على استقرار المجتمع. هناك يعني فضلا عن التوقيت هناك جملة من المقومات، صحيح، بتضبط عملية الإفتاء في حد ذاتها وبتضبط كيفية الجواب عن سؤال السائل. لما نعمل إحصاء حول أسئلة المستفتين لا نجد ان في اغلبها هي تحتاج فقط الى بيان الحكم الشرعي. الحكم الشرعي سهل، لكن هناك ايضا جوانب نفسية عند ذلك الانسان تحتاج الى ان تتعمق انت في شخصية ذلك الانسان وتنصح وترشد وتبين وتبين له كيفية التعامل، خاصة في قضايا الاحوال الشخصية وفي قضايا الاسرة والعلاقات الزوجية فيما بين الزوجين وبين الأبناء والآباء. الحقيقة نحتاج إلى مثل ذلك، ليس فقط هو الحكم الشرعي الذي يقال. يمكن أن أقول له الحكم الشرعي يجوز لك أو لا يجوز لك، حرام عليك يا ولد أو يجوز لك هذا الأمر، هذا كلام سهل، لكن الخلفيات التي انطلق منها ذلك الإنسان ليبحث عن هذا السؤال، ما هي الأمور المؤثرة في عنده، هذا يحتاج إلى دراسات يعني يتدرب عليها المتصدر للفتوى. لذلك نحن نتعهد أبنائنا في مشايخ وأمناء الفتوى في دار الإفتاء المصرية، نتعهدهم بالتدريب الدائم سواء فيما يتعلق بالجانب علوم النفس أو جانب علوم الاجتماع أو جانب علوم الاقتصاد أو جانب العلوم الطبية. نقتصر على الجانب الديني، لا نقتصر، لأن الفتوى تحتاج إلى كل هذه المعلومات. صحيح. كل هذه العلوم هي علوم مساعدة لتكوين التصور الصحيح للإنسان عن الواقع الذي يعيشه.
فنستدع لهم الخبراء من أماكن عديدة يأتون ويعطون محاضرات وربما دورات تدريبية معمقة ومكثفة وما شابه ذلك. فأنت الأمر ليس قاصرا فقط على مجرد أن أقول الأمر فيه كذا وفيه كذا الحكم الشرعي، لكن هناك خلفيات، هناك ملابسات معينة، هناك سياقات معينة ينبغي أن يراعى كل ذلك في شأن الفتوى.